ما دام الامتداد القانوني للزوجة ان ده موجود، لكن الابن لا. يعني لو الابن هنا مش لاقي مكان يجيب شقة، يعني الواد يعني والام هي ما دام مقيمة في الشقة ما يقدرش يدخل الا بمطيتها. وإذا قعد يبقى يعني يعتبر نفسه هو ومراته يبقى هما ضيوف. لا، ما هو خلل في الولد نفسه. يعني أنا بوجه الكلام للشباب، الأم أم واحدة والست يعني ممكن تتغير، لكن الأم أنت مش هتسأل عن زوجتك زي ما هتسأل الأول عن أمك. نعم، أستاذ محمود اتفضل. ألو. ألو. في حاجة عندكم؟ أستاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ازيك يا دكتورة؟ أهلا وسهلا يا دكتورة. رقم 100 مرة يا دكتورة. ربنا يبارك فيك يا دكتورة. بقول لك يا دكتورة، ربنا أسهب في التوصية بالأم والأب لتدريب النفس البشرية على العرفان.